السوق الخضراء للسيارات في مدينة ترهونة يشهد ازدحاما من زبائن السوق والباع، مع انخفاض ملحوظ في أسعار المركبات المعروضة للبيع، وتتراوح العروض بين 6,000 و13,000 دينار. أسعار 100% إن شاء الله، ومزار في النازل، وإن شاء الله ربك يدوم الرخاء ويزيد ينزل الدولار أكثر ونأخذه ونحط بيع أقل. في متناول الناس، في متناول الجميع يعني. كهرباء كويسة من زي هذه مثلاً، فورد هذه من 5.5 إلى عند 10-12 سيارة كويسة. من 5.5 واحد يمكن يأخذ سيارة معي. تباع السيارة النصف عمر حسب عدد الكيلومترات التي تنقلت بها وتحركت، ما بين 40,000 و80,000 كيلومتر، وهي السيارة المطلوبة عند المشترين من الطبقة المتوسطة. والله المرسيدس الباهية باهية كويسة، من 10,000 إلى 10.5-11، والنظيفة وسط 13-14، لكن نظرا لنقص السيولة يعني صعب الشراء على المواطن. المواطن بيقول غالي علي، والبائع يقول مكلفتني كذا. شوف هني ظروف المواطن. انخفاض أو ارتفاع أثمان السيارات يتعلق بسعر الدولار في السوق السوداء، وسجل سوق الخضراء أكبر انخفاض مقارنة بأسعار السيارات في آخر 3 سنوات.